الو سلام، لاباس؟ كلشي مزيان؟ بخير كيدايرتي؟ الحمد لله يخطيك، شكرا بزاف. المهم مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وفي احسن حال. وبالنسبه للناس اللي مازال ما داروش ابوني، ما تبخلوش علينا وسيروا ديروا ابوني وفعلوا الجرس. المهم صراحه هذا الفيديو هذا مهم بزاف بزاف، حقاش لقيت بزاف ديال الناس كيسولوني صراحه، سواء في كومونتير سواء في انستغرام، كيسولوني تيقول لي واش الناس اللي مخرجين من التكوين المهني او اف بي بي تي واش عندهم الحق انهم يجيو يقراو في فرنسا، ولا واش داك الدبلوم اللي تياخذو واش معترف به حتى هو في فرنسا باش انه حتى هو يجي يقرا من بعد. وصراحه على حساب ما شفت بزاف الناس كيقول لك حق لا، من الاحسن انه يزيد يقرا ولا يعاود ازيرو، يعني واخا ياخذ داك الدبلوم ديال التكوين، يعني عاود من الاول، يعني يجي فرنسا ويدفع ديك الاون داك الشيء. هذا الشيء علاش جبت لكم مثال حي لهذا البلان هذا، حتى هو تخرج من التكوين المهني ودفع لفرنسا، دفع ال 3 ماشي حتى ال 1، يعني ما عاود من الزيرو حتى شي حاجه، يعني بدات الدبلوم ديالو دفع هنايا لي زونيفرسيتي وتقبل، وها هو هنايا في فرنسا معايا. سو المهم عاد كاع لي كيسيون حقاش هو براسو راه تيجيو كيسولوا الناس زعما كيفاش دار، راه غيجاوب لكم على كاع داكشي اللي كتسالوا عليه وداكشي اللي ممكن ديروا، وغيبارطاجي معكم بيان سور حتى دي زاستوس كيفاش زعما كيفاش كان كيدفع لي زيكول، شنو لي فورماسيون اللي كان تيختار، وحتى البروسيدور فيزا وداكشي شنو كان دار بالضبط باش انه جا بلا حتى شي مشكل. دونك نقدموا لكم هو الاول، يلا سير. المهم انس من كازا 20 طون، المهم شديت الباك، عندي باك اس تي او في 2020 و ابخي درت، بون كان طراولي مشاكل الداخلي، كنت اصلا في فرنسا وكان طراولي شي مشاكل صافي ما مشيتش، وكان عندي رونديفو اللي كان عندي فيه الفيزا، كان عندي رونديفو ديال كلاس بريبا، سو ما مشيتش اليوم بجوج صافي. من بعد مشيت كندافع اف 100 ولا عرفتو اف 100، المهم غادي نخلي لكم فهمتي لي سيت ويب ديالها، غادي نخلي لكم سهام من تحت، يعني تعرفوا شنو فيها اف 100 انستيتيوت فورماسيون او ميتي دانديستري اوتوموبيل، ممكن في كازا قنيطره طنجه. المهم بصراحه هو تابع الاوف بي بي تي، ولكن راه داك السيستم باش كيمشي يعني البروغرام وكل شيء، راه صراحه داك الشيء زوين، حيت ديجا اللي مجهزين تما دي كوبين فهمتي، هما اللي مجهزين تما. المهم قريت تما عامين، يعني كتقرا ماشي بحال البروغرام ديال اوف بي بي تي، يعني داك الشيء بروغرام شارجي بزاف، يعني كتقرا عندك بحال باش تقرا مالتيرنونس كتقرا شهرين كتستاجي شهرين، يعني المهم يعني عندك تي بي، عندك وتا في المدرسة يعني كتقرا عندك نص ديال فورماسيون راه تي بي، نص تي او، يعني راه المهم عندك الماتيريال عندك كلشي، يعني فين دير تي بي وداك الشيء اللي تلقى في دوم بروفيسيونيل تلقى تما في السوق الشهور تلقى تما. المهم بديت كندفع، المهم كان عندي ديجا تي سي اف، فهمت، كان عندي تي اف سي ان، المهم بعد نقطة وصلت للسي ان، ولكن ما سالا لي في عامين، يعني صافي خصني نعاود ندفع. الوغ قررت انا ندير دير في بي دو، المهم صراحة ننصحكم انكم ديروا الدي اف بي دو، راه احسن بعدا من تي سي اف، باش عندك افي، يعني عندك افي باش حتى شي بغا تدفع انت مره اخرى ما سهلش عليك الله في المره الاولى، يعني تقدر من بعد انك تدفع به. وشحال كيدير وزعما واش سهل ولا صعيب؟ الصراحه وقال شي 950 درهم، دونك راه تقريبا نص الثمن، تي سي اف 1700 وشي حاجه، يعني داك راه نص الثمن، ولكن واش سهل ولا صعيب بما انك توصل الفوج؟ الصراحه نقدر نقول لك صعيب شويه في تي سي اف فهمتي، ومع زيد فيه لوغال، زيد فيه لوغال في الاخر، يعني كيعطيك واحد لي سوجي خاصك دوي عليه، كتكتب وكتمشي يعني كدوي قدام واحد جوج ديال لي جوري، خاص دوي قدامهم ونشرح لهم داكشي، تعطيهم يعني زارغيمون ديالك وداكشي. المهم الصراحه هذا الساعه ما شحال كتجد فيه، على شي 80 على 100 ولا شحال. نايس، دونك ماشي لذاك الصعوبه، حقاش انا فاش كنت لا ما صعبش بزاف، يعني هو كتلجا على 50 فهمتي، يعني ما كاينش مشكل. انا فاش كنت كندوز ولا فاش كنت كنقلب، حتى انا بقيت من دايره من بين هادو الجوج، اولا كتفكر في الثمن تقول هذاك راه نقدر غادي نمشي للفلوس ولا شي فوالا، و او ميم طون كتفكر زعما تتقول حق هذاك راه افي، يعني كيبقى عندك بحال واحد واحد حاجه بحال واحد ديبلوم فهمتي، بالنسبه للفلوس اللي معول اللي صراحه اللي الا كنت يعني عارف ان مثلا والديك ولا شي حاجه يعني غادي يقدروا لك ولك الفلوس، ويعني قدروا انهم يعني فاش غادي تكون غادي راه عارف غادي معك فلوس غادي تخلص البي غادي تخلص ديك الساعه فاش كتبغي تمشي، وما تعرفش شهر 8 ولا شهر 9 كيكون البي غالي يكون بزاف ديال الفلوس، يعني ما كنتش معول ان هذا الشيء غادي يكون غير بلا ما تدفع من الاول، يعني بلا ما تخسر فلوس كما طرا لي انايا، تخسر فلوس في التي سي اف، تخسر فلوس كومبيوس فهمتي، سير وجي هنا جيب هذه فهمتي، تخسر فلوس في الوراق
من الاحسن فهمتي تكون متاكد يعني انك انك صافي راه المويان كاملين كاينين اه فهمتي بلاصه ما تخسر فلوس هكاك تمشي تعطيهم هكاك 5000 درهم 6000 درهم تلوح حتى بحال هكاك حاجه بصح المهم بالنسبه للناس اللي زعما المهم راه ديجا وقيلا درت فيديو على ودي داكشي كومبيوتر فرونس وهذا يعني راه شويه فهمتي داكشي راه كتخسر فيه كيطلب فلوس صراحه فهمتي وعاد زيد نسى داك البلوكاج ديال 8 ديال المليون يعني فهمتي الا ما كنتيش زعما قادر ما كاينلاش تخسر ديك 1700 ديال التيست وعاد ديك 2000 درهم ديال الكومبيس وعاد راه بزاف ديال الدراري صحاب يعني شنو كنمشيو كيدو نمشيو مع تي سي اف وداكشي في الاخر ما عرفتش علاش صداع وقيله مع الشات حتى حد فيهم مدفع يعني كيقول كتسولو لا ما كاينش الموان فهمتي في الاول يعني كيمشي كيدفع غير كيقول راه غادي نمشي ندفع صافي راه هادي هادي كاين وقيله شي بوص ولا شي حاجه بوص راه كياخذها واحد ولا جوج في المغرب كامل خاصهم يكونوا هما اللي بخير وعاد زيد على واحد كود انجينيور ولا شي حاجه ديت على وديتنيش هاد البوص حقاش فاش كون جيت هنايا مشيت سولت داك لاسيستون سوسيال وكنت ليها زعما واش كاينين دي بورس بحال هكا بالنسبه لي زيتيديون اترونجي وهذا وقالت لي لا قالت لي بالنسبه مثلا للمغاربه بالضبط حقاش هي هضرات لي على المغاربه قالت لي راه الدوله زعما المغرب هي اللي خصك تعطيك البورس اما قالت لي حنا راه ماشي بروبوزو حتى شي يعني ما تعولش على هذا الشيء شوفوا بسمعه والديكم شوفوا عرفوا انكم راكم قادرين على هذا البلان هذا عاد بداو لا بروسيدور سيبليا اما فهمتي عارف راسك انك ما غاديش مثلا تكمل ما كاينلاش تبدا من الديبا صح وفهمتوا راه هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم المهم بديت هذا البلان هذا تو تلقاو هذا ونكملوا باسون للحاجه اخرى اللي بغيت عندي واحد السؤال باش كنا ندوزو واش هاد ليكول اللي قريتي فيها واش فهمتي زعما اللي بغيت نقول لك واش الدبلوم ديالها واش ايكيفالون ديال التكوين هي الدبلوم ديالها تكنيسيان سبيسياليز يعني بحال بحال التكوين بحال بحال التكوين تكنيسيان سبيسياليزي وبلوتو كاع هي احسن من التكوين حيت كتمشي مثلا بورتفوليو مشى للشركات مثلا بغيتي تخدم بورتفوليو الشركات ولا شي حاجه كيشوفوا لك يعني كيشوفوا السي في انا حيت كنت في ستاج وكنشوفهم يعني كيديروا كيفرقوا ما بين ولاد الاسميه ولاد اوف بي بي تي عادي يعني اس تي ار كيختاروا ديك الاسميه حيت الاسميه مدوزين بزاف ديال التي بي بزاف ديال التيوري بزاف ديال العيد كاين بزاف البراتيك مقارنه بهذا لا انا علاش سولتك حقاش مثلا بالنسبه للناس انا نقدر لكش على اللي يلاه خداو الباك كنهضر لك على اللي ديجا داروا التكوين فهمتي واش زعما دابا بيان سور غادي نكملوا حقاش ما يمكنش تبدا غادي يحبس غير زعما مثلا دابا تا حقاش دابا نتايا من هذيك افميه واش غتكون عندهم حتى هما نفس لي شونس اللي طاح عندك نتايا شي بغيت نص هذا الشيء بغيت نعرف المهم نكمل لك ليستوار باش تفهمي علاش تقبلت انا عندك فهمتي واحد سي مهم كنت في افميه كدير مهم افميه فيها 4 فيليير كاين سيستيم اوتوماتيزي جيني ميكانيك الكترو ميكانيك و مانتونس اوتوموبيل هما انا كدير سيستيم اوتوماتيزي عندك سيستيم اوتوماتيزي جيني ميكانيك هما اللي كيكونوا يعني اغلبيه كيكونوا باغينهم يعني كيكونوا فيهم بلاص ليميتي داك العام كنت دفعت فيه انا كان كورونا يعني ما دوزناش كونكور يعني هما كونكور فهمتي مهم راه سيمي بيبليك راه ماشي بريفي يعني كتخلص 1700 درهم في العام 1300 درهم في العام يعني ماشي شي حاجه كيعطيك لا بلوز كيعطيك واحد السباط سيكيوريتي داكشي فهمتي المهم قلت لك دفعت يعني سيستم اوتوماتيزي تقبلت عيطوا لي في البرينسيبال صافي مشيت حتى الدوسي ديالي داكشي صافي خلصت داكشي ديالي يعني بدينا كنقراو ومن طرا صافي بديت كنشوف انني غادي ندفع العام الجاي يعني هادشي في العام الاول صافي دوزت العام الاول جيت مزيان جيت ماجور فهمتي لايك المهم العام الثاني العام الثاني صافي ديك الساعه باش كنوجد صافي شهر 9 المهم حاجه وحده حاولوا انكم تشدوا بكري يعني باش الا كنتي باغي تبوستولي غتعرف داك النيفو اللي جيتي حتى شحال بعدا كنتي دوزت تي سي اف النيفو اللي جيتي شحال مثلا انت دافع مثلا دافع مثلا لزونيفرسيتي طالبين لك بي 2 وانت في الاخر جيتي في تي سي اف حتى فات الوقيته شفت تي سي اف جيتي راسك جيتي بي 1 شنو ديك الساعه غادي دير صافي راه مشاو لك دوك لي شونس حيت دابا كيكون بريغوكي عطاك بي 2 يلقى السيستيم عندك بي 1 اوتوماتيكمون غوفي هذاك راه غوفي اوتوماتيك ماشي زعما غادي يشوفوا الدوسي ديالك ولا شي حاجه كيعطيك بروغوكي خاص تحترمو المهم دوز الدرف ديالي جبت فيه 80 صافي بديت كندفع ديك الساعه لزونيفرسيتي الو كنت كنسمع بزاف ديال الهضره ما دفعش ال 3 ما دفعش ال 2 دفع ال 1 دفع ليسونس برو فهمتي مخربه كيرونوني فهمتي بزاف ما فهمتيش صراحه هذا بزاف انا بعدا شخصيا زعما الناس اللي تنعرف قليل اللي تيكون مثلا انا ما جات حتى ما تلاقيت حتى شي واحد ديال التكوين فهمتي حقاش ما عرفتش انا اول واحد ولا ما صراحه لا حقاش انا ما نكذبش عليك زعما في المغرب راه تيقول لك غير معترف به فهمتي هادشي اصلا راه قلت لكم في البدايه ديال الفيديو يعني بنادم تيقول لك ما خسرش انا هذيك الزباله ديال الفلوس في الاخر ما تعطينيش الفيزا ولا ما تقبلنيش في المدرسه فهمتي يعني هادشي بنادم تيحبس من الدابا هو كيبغي يعني تكون كيبغي الصراحه تكون جايب دي نوت مزيانين فهمتي فهمتي هذا هو جايب دي نوت مزيانين ولكن فحال قداش هاد لي نوت زعما فهمتي مثلا
انا عرفت اصلا راه هكا كيجيوني ماشي حتى لديك ما كيتسناوش منك مثلا 16 17 و... يعني غير 12 13 بالنسبه لهم كافيين صراحه انا ما عرفتش ما نقدرش نقول لك في القضيه هذه ولكن انا فهمت اللي قلت لجيب انا يعني اس ان اس دو اس 3 اس 4 جاي فيهم يعني 16 17 16 17 ما ماشي ما عنديش حيت من 16 المهم قلت لكم دوزت الدير دفعت لليونيفرسيتي كنت كنسمع هضره بزاف المهم اش درت انا شنو ليك عطاني سبعه عطاني سبعه عطاني سبعه لا شو يعني غتختار ثلاثه يونيفرسيتي اربعه يونيفرسيتي وثلاثه كيكونوا قيدا ايكول دي زيكول دانجينيور لا انا ما ماشي ماشي ضروري غا فهمت اللي بغيتو صافي ربما في الدومين ديالك ما كاينش بزاف المهم انا دفعت دفعت يعني بواتشي دفعت ماكسي دفعت مهم دفعت وحده دفعت جوج جوج ال 3 جوج ال 2 وثلاثه ليسونس برو دونك في الدومين ديالي يعني ما بدلتش الدومين ديالي بقى سيستيم اوتوماتيزي يعني اوتوماتيزم يعني انتيليجنس ارتيفيسيال كلشي اوبجي كونيكت المهم دازت وقيت يعني شهر 3 بحال شهر 4 جاوبوني جاوبتني مارسي ليسونس برو قلت نتسنى قلت نتسنى ما عطاوني اكسبتاسيون فهمتي قلت نتسناش مارسي اصلا ما عجبتنيش الفورماسيون يعني سيرتو انا ليسونس برو يعني خاصك وهذا واش فابور ولا بالفلوس؟ هاد لا لا يعني لا الدول يعني 170 اورو في العام 170 اورو في العام ابخي في ماستر كتخلص 220 واقيلا 243 43 بحالك مشيت 43 في ماستر يعني راه بوبليك يعني راه ماشي اش كنشوف في شي ناس اللي مثلا كيدفعونيش لي زيكول بريفي صراحه الا كان عندك زعما فلوس لانك تخلص هذا وزعما باش انك تضمن القبول ديالك دفع مثلا واحد ثلاثه بوبليك واربعه دفعهم بريفي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راه بيان سور غيقلب كاع ارخص حاجه دونك من الاحسن انك تفيزي داكشي اللي بوبليك وشي فهمتي انت وزهرك ها هو وصافي احسن بوبليك كيجي والله كيجيني بوبليك احسن لحقاش كاين فهمتي بنادم تيبغي يطلع عليه شونس فهمتي تيقول لك راه يقدر بحال مثلا هذا كيجيني باغي يحرق بطريقه قانونيه فهمتي ولكن فهمتي كيف بحال مثلا جايب 13 12 ما غتخ انت راه جايب نقاط مزيانه يعني راه تقريبا راه غتقبل بسهوله اما كنقول لك الناس اللي مثلا كنجي 12 ما كنتش معول انا ما كتجيش ما كنتش معول ما كانش عندي في بالي انا غير كيعجزو الصراحه الناس قلت ليسونس برو ال 3 في بواتشي هي اللي فيها دابا انايا و ال 2 في مابقاش عارف ديك المدينه مون واحد المدينه باش قريب شويه لمارسي ال 2 واش اكس بروفونس ولا ما عرفتش لا هذيك لا المشيه نسيت سميتها نقول المهم اختاريت بواتشي دخلت بعدا قلبت السيت شفت لي الموديل اللي كيقراه وداكشي كامل يعني البروغرام كامل اللي كيقرا بان لي داك الموديل اللي عندهم نفس داكشي اللي قريته من ديجا في دونك مزيان راه مزيان فهمت عجبني الحال يعني داكشي غادي نقدر نكمل فيه يعني ماشي غادي نوصل يعني ما بقى كاع بحال ما فاهم والو ولا شي حاجه لا بصح وهادي بارمي لي سمح لي كنقاطعك فاش كنخاف تمشي الفكره هادي زعما من لي كريتير فاش كتكون تقلب انت على الفورماسيون حاول انك تمشي تدخل تقلب على لي موديول اللي كاينه في ديك الفورماسيون وحاول داكشي يكون كومباتيبل مع داكشي اللي قريت حقاش تقدر هي بصح كاينين شي حوايج اللي ما تكونش قاريهم ولكن يكونوا قلالين مقارنه مع داكشي اللي قاري حقاش تخيل انت مثلا قاري شي حاجات ياك والفورماسيون اللي دافع عليها شي حاجات اللي عمرك شفتيهم ولا ما قراتهمش شي شويه راه ما كتقدر ما تكونش عندك الفرصه انك تقبل يعني فهمتي كتقرب ليهم من داكشي اللي درتي باش ما تيقول لك اه السيد او موا غيكون عنده فهمتي نوسيون دو باس كما تنقولوا يعني راه غادي يجي غادي يسلك راسو هنايا ماشي شي واحد ما عارف والو يعني راه هادشي كيقدروا ما يقبلوكمش في الاخر المهم صافي وصل ديك شهر 4 شهر 5 كان ديك الساعه 16 مهم درت اكسبتاس قدرت اكسبتي دو عندو سوف جو سوي اكسبتي هادشي في شهر 4 5 ياك 4 5 بحال دوزت جو سوي اكسبتي المهم ديك الساعه صافي بديت كنتسنى امتى غادي يخرجوا لي رونديفو ديال الفيزا يعني امتى يعطيوك اوتوريزاسيون باش المهم بعدا الدوسير في ديك الوقيته كتعطل في التريتمون يعني كتقدر تعطل لك يعني شي شهر كاع فهمتي المهم كنت غاتسنى شي يعطيوك ديك الساعه امتى تشد رونديفو اوتوريزاسيون دو بريز دو رونديفو ولكن قبل تكون ديجا موجد مثلا